عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه بزمن خلافته كان لكل مسلم خرجية شهرية، معاش شهري. قال لما كان المال مال بيت المسلم مال المسلمين ما يكفي، كان عثمان يدفع من جيبه حتى يكفي أموال الناس، حتى يكفي حاجيات الناس. علي ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه أمير المؤمنين عليه السلام كان كل يوم أو كل فترة يكنس بيت المال، الأوضة اللي يتجمع فيها المصاري الذهب والفضة يكنسها. أمير المؤمنين اللي بحبوا علي وبحبوا عمر ونازين تهبر يا علي ويا عمر. عمر ابن الخطاب كان يجوع وما يشبع ليشبع الأولاد، علي ابن أبي طالب يكنس بيت المال ويتطلع بالذهب والفضة شو إلا يا صفراء ويا بيضاء غري غيري فقد طلقتك ثلاثة لا رجعة بعدها.